حابة أتكلم في موضوع تم إثارته في صفحات التواصل الاجتماعي من ناحية الإعلام، وهو القصة أو القضية المصرية اللي صارت في مصر قبل عدة أيام وتناولتها كل البرامج، وهو الزوج اللي بعد 11 سنة زواج اكتشف أن الثلاثة عيال مو عياله، واتهم زوجته بالخيانة وسوى DNA وسوى ما أدري شنو. وهي نزلت في بث تكلمت فيه في تفاصيل كثيرة، وهو طلع وتحكى في أشياء كثيرة، وكان يبكي وكان وهو أخذ على حكم 3 سنوات سجن وهي انحاشت. أنا أتمنى أن ما حد يتطرق لهالقضية، لأنه قضية بحياها أطفال ما لهم ذنب، إلا أن في أحد من هذول الزوجين أخطأ في حق الآخر. ما نعرف من الصاج، ما نعرف من الكذاب، لأن في النهاية ما حد يعرف، ما في أحد في الدنيا يعرف ما اللي ما بين الزوجة وبين زوجها أحد. كل واحد بيقول إنه هو كان ضحية الآخر، والكل راح يبكي وراح يتساءل، الكل راح يقول مظلوم. أنا من وجهة نظري أنا أحس إن الاثنين في أخطاء ارتكبوها في حق الآخر بشكل أو بآخر، وما بيتهم أي أحد لا بالخيانة ولا بالغدر، إذا كان الزوج أو الزوجة أو أي أحد. الله يستر على عبيده، وأتمنى إن الناس مو عشان الفيو وعشان مشاهدات، في إتجار، في 3 أطفال ما لهم ذنب نهائيا في الحياة. الله يستر على عبيده.